ليس لها الحق في استخدام الهاتف الموبايل. الحقوق أيضا ليست واضحة لديها، عندما تدخل إلى الدار لا يوجد لديها ورقة تعلم ماذا لها وماذا عليها. أنا شايفة هجوم، ما أعرف إيش سببه. انتوا تتمنوا كمان انها ما تبقى طول عمرها في هالمكان، يعني مو ليه هذا كمية الحقد اللي انا قاعدة اشوفه.